بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب سنن أبي داود سيدنا سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الباب 21 من الكتاب 13، كتاب الطلاق، باب حتى متى يكون لها الخيار. بالأمس قلنا أن المرأة إن كانت أما فتحررت وكانت زوجة وزوجها عبد تخير، هل يستمر النكاح أم يفسخ؟ لعدم وجود الكفاءة، فهي صارت حرة وزوجها عبد رقيق، تخير إن كان زوجها عبد، أما إن كان زوجها حر فلا تخير. في المذاهب الثلاثة إلا الأحناف قالوا سواء كان زوجها حر أم عبد تخير في الحالتين، لكن المذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة قالوا أنه لا تخير إلا إن كان عبد رقيق، أما إن كان حرا فلا تخير ويستمر النكاح على ما هو عليه. فإن قلنا أنها تخير، حتى متى يكون لها الخيار؟ حتى متى يكون لها الخيار؟ العبرة أنه هو لو قربها بعد حريتها دليل رضاها، لو قربها بعد حريتها دليل الرضا، وإن لم يقربها وامتنعت عنه دليل أنها ما زالت في فترة الخيار، يعني امتنعت عنه فترة وكلما حاول أن يقترب منها تمتنع هي، تكون ما زالت في فترة الخيار. فإن قربها ووافقت دل على الموافقة الضمنية أن يستمر النكاح. باب حتى متى يكون لها الخيار، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عن خير للإمام أبي داود في سننه الحديث 38 بعد 200 و2000، يقول حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة اعتقت وهي عند مغيث عبد لآل أبي أحمد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها إن قريبك فلا خيار لك، إن قريبك فلا خيار لك. باب في المملوكين يعتقان معا، هل تخير امرأته؟ طب افرض بقى الرجل عبد وزوجته أما والاثنين تحرروا في وقت واحد، هل يبقى في خيار؟ يعني زوجها بقى حر زيها، هي تحررت ايه؟ وعن أبي قال حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علي قال زهير حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن موهب عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها زوج، قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل المرأة. قال نصر أخبرني أبو علي الحنفي عن عبيد الله. على أي حال، إذا أعتقوا معا فلا خيار، وإذا أعتق الزوج أولا قبل الزوجة فلا خيار لأنه صار حرا، وإن كان عند الأحناف ما زال الأمر لها التخيير في كل السور، تخير في كل السور عند الأحناف. وعن أبي قال باب إذا أسلم أحد الزوجين، معلوم أن الرجل المسلم لا يصح له أن يتزوج إلا مسلمة مثله أو كتابية، لا يصح للمسلم الرجل أن يتزوج إلا مسلمة مثله أو كتابية، أما لو وثنية
أو أي دين غير كتابي لا يجوز. حتى أن المجوس النبي قال من الناحية السياسية سنوا بهم سنة أهل الكتاب إلا في النكاح، فلا يجوز أن تتزوج، لكن يجوز أن نقبل منهم الجزية، يبقى إلا في النكاح، وإلا في حل أطعمتهم فلا يحل أطعمتهم ولا. يبقى كل من كان له شبهة كتاب من ناحية السياسية نسن به سنة أهل الكتاب، يعني الهندوس لهم كتاب، والسيخ لهم كتاب، فلو النواحي السياسية ممكن نقبل منهم الجزية ويعيشوا مع المسلم، لكن لا نتزوج نساءهم ولا نأكل ذبائح. كويس؟ لا يحل زواج نساء غير المسلمات أو أكل ذبائح غير المسلمين إلا إن كانوا كتابيين، يعني يتبعون التوراة والإنجيل فقط، ده من حيث النكاح وحل الذبائح. طيب إذا أسلم أحد الزوجين، المرأة المسلمة لا يحل لها أن تتزوج إلا مسلم فقط، ليس لها اختيار آخر. المرأة لا يحل لها أن تتزوج إلا مسلم، مثلها مسلم في نفس الديانة، حتى لا يؤذيها الآخر في دينها، لأن تملي الرجل له سلطة في البيت. فإن أباحنا للمرأة أن تتزوج غير المسلم، ممكن من خلال سلطته يكرهها على أمور تخالف دينها، وفي هذه الحالة نفتنها عندنا. فحتى لا نفتنها عندنا، منعنا الشرع الشريف من أن نعطي المرأة المسلمة ليتزوجها رجل غير مسلم حتى لا يؤذيها في دينها ولا في ذريتها وأولادها من بعد. فإذا أسلم بقى أحد الزوجين، إن كانت امرأة خلاص تمتنع عن زوجها حتى تنقضي عدتها أو تتزوج غيره، خلاص يحصل فسخ مباشر، يعني بمجرد إسلام الزوجة وعدم إسلام الزوج يحصل فسخ لعقد النكاح. إن أسلموا معا العقد القديم معتبر شرعا عندنا، ما نقولش اعمل عقد جديد، برغم أنهم كانوا متجوزين في الكنيسة، لكن برضه ما يجراش حاجة. يبقى الشرع الإسلامي يبيح استمرار عقد النكاح القديم من غير المسلم، من زوجتي غير المسلمة، إذا أسلم معا، ويفضل زواجه كما هو. واضح؟ باب إذا أسلم أحد الزوجين. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس. كل الصور اللي فاتت دي صور في الفسخ، وحط الفسخ تبع أبواب الطلاق، يعني المملوكة لما بتعتق وتخير في استمرار زواجها من زوجها العبد، لو اختارت عدم الاستمرار اسمه فسخ، فدي كلها نماذج للفسخ، حطها في ابواب الطلاق. كويس؟ اللي هي عدم، يبقى ايه؟ يبقى ابواب الطلاق بيدخل فيها كل صور حل عقده النكاح، الطلاق والخلع والفسخ واللعان، وهيجي ابواب اللعان كمان، لان اللعان يمنع. والفسخ ايضا يحدث لو كان ظهر له انها لا تحل له بعد ما عقد عليه. يعني تزوج امرأة وأنجب منها، ثم ظهر بعد ما أنجب منها أنه كان رضع عليها، فتحرم عليه بالرضاع. يثبت النسب للأولاد ثم يفسخ العقد في الحال. ما بقاش في طلاق اسمه، ما اسمهوش طلاق ولا خلع ولا حاجة، اسمه فسخ. واضح؟ باب إذا أسلم أحد الزوجين. وعن أبي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي، فردها عليه. يبقى النبي أقر العقد القديم، لأن أسلموا ورا بعض، الرجل أسلم ومرته لحيته أسلمت زيه، فالنبي أقر العقد على العقد القديم. وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد كنت أسلم
وعلمت بإسلامي فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، يعني فسخ العقد الثاني وردها إلى زوجها الأول. الصورة دي إن امرأة أسلمت وزوجها كان مسلم بس هي ما كانتش تعرف، أسلمت وبعد ما انقضت عدتها اتجوزت راجل تاني، جاء زوجها راح للنبي يشتكي، قال له يا رسول ده أنا كنت أسلمت أنا كمان، فراح النبي فسخ العقد الثاني وردها للأول. واضح كل دي صور للعقود اللي هي باطلة، ولكن عند العقد ما كانش يعرف إنها باطلة، فلما يتضح بطلانها يفسخ العقد. واضح؟ زي برضه سواء عند النساء دلوقتي نقرا في الحوادث يقول لك ايه، تزوجت وهي كانت على عصمة زوجها الاخر ما طلقهاش، نعمل ايه؟ يفسخ العقد الجديد ترجع للاول، واخد بالك؟ يبقى الزوج الثاني ده اللي اتجوزته او الثالث او الرابع، ما هو دلوقتي بقى ساعات ايه تهرب من زوجها الاولاني وتروح تتجوز، وتهرب من الثاني وتتجوز، وتهرب من الثالث وهكذا، وهي على عصمة الاول ما زال. كل العقود دي باطله، حلها قضاء ان ايه؟ ان القاضي يفسخ كل العقود دي ويرجعها للاول. واضح؟ باب الى متى ترد عليه امراته اذا اسلم بعدها؟ طب اسلمت المراه وزوجها اسلم بعدها. طيب ترد لي على العقد الاول امتى؟ طب افرض اسلم بعدها بسنوات، أو أسلم بعدها بشهور، أو أسلم بعدها بأسابيع، هل في حد معين أم لا؟ باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ وعن أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة حا وحدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل حا وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد المعنى كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص. أبي العاص زوج ستنا زينب ابن خالتها وأسلم بعد بدر بالنكاح الأول لم يحدث شيئا. قال محمد بن عمرو في حديثه بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي بعد سنتين، يعني اختلف ورد علي بعد عدة سنتين ولا ست سنين ولا بعد قد ايه، وهذه المسألة هتكون مكان يعني منثار خلاف بين الفقهاء. بعضهم قال لك طالما لم تتزوج غيره أسلمت ولم تتزوج غيره، ثم أسلم هو مهما طال المدة يعود إليه. بعض العلماء قالوا إذا انقضت عدتها، إن كانت حامل فوضعت حملها، أو إن كانت من ولاة الأقراء فمر ثلاثة أقراء، يبقى خلاص انقطعت العلاقة بينهما فلا ترد إليه وتكون قد تحررت. بعض العلماء قيدها بهذا وبعض العلماء لم يقيدها، وهي مسألة من مسائل الخلاف التي تحتاج أيضا إلى اجتهاد من العلماء. طب لو سيرة بنتي اتجوزت خلاص ما تردش بقى، ترد ليه بقى؟ لأن لما تزوجت هي كان زوجها كافر، يبقى مفسوخ العقد، مش كده برضه؟ بس بشرط ألا تتزوج إلا بعد انقضاء عدتها، مش كده برضه؟ لكن لو أسلم الزوج بقى، خد بالك، لو أسلم الزوج الكافر ده بعد إسلام زوجته وزوجها من آخر، وجب على ولي أمر المسلمين أن يعطيه ما أنفقه على الأولى، يديله مهرها، كان دفع لها مهر كذا يديله المهر. فإن عاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، مش كده في السلطة المنتحب؟ يبقى لو أسلم يديله بيت مال المسلمين، يديله كمان إيه القدر اللي بيعرف يتجوز واحدة تانية. لكن خلاص هي زوجها الثاني التي تزوجته، طالما تزوجته حال كفر الأول يبقى خلاص انفسخ العقد بينهم. باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان. كان زمان قبل الإسلام الرجل يجمع في الزواج
النساء بغير عدد، يتجوز 10 يتجوز 20 يتجوز 100 يتجوز 50، ما تفرقش، بغير عدد. جاء الإسلام وحدد 4، لا يستطيع أن يجمع الرجل في ذمته في عقد النكاح أكثر من 4. طب افرض واحد تزوج وكان في ذمته أكثر من 4، نعمل إيه؟ أو تزوج أو أسلم وكان متزوج أختين، وعندنا إحنا الجمع بين الأختين حرام، أو بين امرأة يجمع بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها، نعمل إيه؟ يبقى في الحالة دي يمسك 4 ويسرح البيت، يمسك 4 نخيره، يختار 4، مش نقول له بقى ايه بالأقدمية، لا نقول له اختار منهم 4، يمسك هو 4 والباقي خلاص فسخ العقد، فسخ العقد لأنه لا يحل له أن يجمع بين أكثر من 4، يبقى اسمه فسخ وليس طلاق. أيضا أو كان بيجمع بين الأختين نقول له اختار واحدة أخت فيك، كويس، مش نقول له مثلا لا العقد الاول، لا مش بالعقد الاول. باب في من اسلم وعنده نساء اكثر من 4 او اختان. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم حاء وحدثنا وحده بن بقيه قال اخبرنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن حميصه عن حميضه بن عن حميضه ابن الشمردل عن الحارث بن قيس قال مسدد ابن عميرة وقال وهب الأسدي عن حميضة ابن الشمردل عن الحارث بن قيس قال مسدد ابن عميرة على الحارث بن قيس بن عميرة وقال وهب الحارث بن قيس الأسدي قال أسلمت وعندي 8 نسوة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن 4. قال أبو داود وحدثنا به أحمد بن إبراهيم قال حدثنا هشيم بهذا الحديث فقال قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس قال أحمد بن إبراهيم هذا الصواب يعني قيس بن الحارث. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا فكر بن عبد الرحمن قاضي الكوفة عن عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن حميضة ابن الشمردل عن قيس بن الحارث بمعناه. وعنه به قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان قال طلق أيتهما شئت. يبقى النبي ايه احيانا يطلق لفظ الطلاق ويقصد به الفسخ، يبقى ايه يقصد به الطلاق، يطلق الطلاق ويقصد به الفسخ، هنا ما يعتبرش طلاق ويعتبر فسخ، وطلق هنا من الاطلاق وليس من الطلاق الشرعي، يبقى ايه طلق هنا بمعنى الاطلاق يعني اطلق، لان الحالة دي اسمها فسخ وليس الطلاق. هل الفسخ طلاق او ليس، هل الخلع طلاق ولا مش طلاق، برضه مسائل. عندنا عند الشافعية الراجح ان الخلع ليس بطلاق، لا يحسب من الطلاقات الا للزوج، لان ده استعمال للزوج، انما الزوج ليه طلاقات معدودة معينة، فالخلع لا يحسب من طلاقات الزوج. احد فقهاء الشافعية زمان في القرون الماضية في مصر يعني كانوا بيقولوا نوادر، يعني ازاي الفقيه يعرف يتخلص من مشكلة في الأحكام الفقهية. راجل طلق مراته مرتين قبل كده وعنده أولاد منه، وبعدين وهي طالعة السلم كده قال لها لو طلعتي أو نزلتي أنت طالق، يعني تفضل كده هو وهو عنده أولاد منه، ولو طلقت دي الطلقة الثالثة ما يعرفش يردها تاني. فراحوا جابوا الفقيه بتاع البلد، الست واقفة على السلم، قالوا له تعالى الحقنا الراجل المجنون ده كل شوية يطلق مراته وعنده أولاد، وقال لها كلمة الست واقفة على السلم، أما قال لها قولي له خالعتك بجني، وقال له قل قبلت، قال له قبلت، قال لها انزل، وبعدين بعد كده عقد عليها
عقد جد على اساس ان الخلع ليس طلاق. فحللوا الاشكال يعني بيبين لك ازاي ذكاء الفقيه ازاي يحل ازمه زي دي كبيره عويصه بطريقه فقهيه لطيفه. بس ما يصحش ان الرجال يعني يتلاعبوا بهذا، لكنه بيبين لك ذكاء الفقيه على اساس ان الخلع ليس طلاق. واضح؟ باب اذا اسلم احد الابوين مع من يكون الولد. طبعا الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. يعني لو فرض ان احنا جات لنا مساله واحده في اوروبا اسلمت وفضلت عايشه مع زوجها وهو مش مسلم، ما تعرفش الاحكام، هي فاهمه انه تسلم خلاص في حريه، ففضلت عايشه مع جوزها، جوزها يروح الكنيسه وهي مسلمه، تعرفش ان كده غلط، وعاشت معاه سنوات وانجبت اولاد، وجت لنا هنا في الازهر بتزور مصر في واحد سياحي وجايبه العيال وجوزها معاه، فعرفت ان كده غلط، ان ما ينفعش تعيش مع رجل غير مسلم، فنعمل ايه والاولاد ايه ودينهم تبع مين وينسبوا لمين؟ يقوم الحكم الشرعي في الحاله دي ان الاولاد ياخذوا في الديانه الاعلى والاسلام يعلو ولا يعلى عليه، يبقى اولادها مسلمين. دي اول حاجه. وينسبوا للاب اللي هو الكافر من حيث النسب والاسم، ولا يرثوا باختلاف الديانه، ولا يرثوا لو مات باختلاف الديانه، لكن اسمهم خلاص تبع العيله دي. ويضموا للام. واضح؟ لان الاسلام يعلو ولا يعلى. باب اذا اسلم احد الابوين، يبقى الابن يتبع الاعلى في الدين ويتبع الرق الرقيق. خد بالك، يعني احد الزوجين رقيق، الاثنين مسلمين بس احد الزوجين رقيق عبد، يقوم الاولاد يطلعوا عبيد سواء كان الاب عبد او الام ام. واضح؟ يبقى يتبعوا في الرق، يتبعوا ايه الاخس، وفي الديانه يتبعوا الاعلى. واضح؟ وعشان كده زواج الامة من الحر يعتبر رخصه، يعني ايه ممن يخاف العنت، لان اولاده هيطلعوا رقيق. وعشان كده كانوا يعزلوا عن الامة مخافه ان الاولاد يتولدوا يطلعوا رقيق. يعني لو شاب مثلا خايف يقع في الزنا واضطر يتجوز أمة، يتزوج أمة لأن مهرها ضعيف بسيط، يبقى في الحالة دي يمنع الحمل. نقول له امنع الحمل. الشرع يقول له امنع الحمل. ما تخليهاش تحمل. ليه؟ لأن الأولاد هيطلعوا رقيق. واضح؟ لحد ما يجيب أمال يتجوز حرة، يبقى ينجب منها بقى عشان الأولاد يطلعوا حرة. فهمت؟ وعشان كده ايه؟ ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم. يبقى ربنا اجاز للرجل ان يتزوج الامة لخوف العنة بس، مخافة انه يقع في الزنا. ولكن لو صبر احسن. وان تصبروا خير لكم. الصبر دي على اي حال مش موجودة في زماننا لان ما بقاش في ايماء ولا رقيق ولا كده. باب اذا اسلم احد الابوين مع من يكون الولد. وعنه به قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرازي قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال اخبرني ابي عن جدي رافع بن سنان انه اسلم وابت امراته ان تسلم، فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فطيم او شبهه، وقال رافع ابنتي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقعد ناحية، وقال لها اقعدي ناحية، قال وأقعد الصبي بينهما، ثم قال ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهدها، فمالت الصبية إلى أبيها فأخذها. هو طبعا الصبية هتروح للأعلى، لكن النبي بيطيب الخاطر في القضاء هنا، كان النبي يطيب الخاطر، وعشان كده النبي دعاها، فراحت للايه؟ للمراد الشارع. راحت لمراد الشارع. يبقى الابناء يعيشوا مع الاعلى ديانة.
وعلشان كده القانون المصري بالرغم ان هو اباح التبني، وهذا خطا في القانون الوضعي المصري، يبيح التبني، بس شرطه في الا يتبنى طفل الا مسلم. ما ينفعش يروح في اطفال الملاجئ واحد مسيحي يقول لك هتبنى، قانون يمنعه، القانون المصري يمنعه. ليه؟ علشان القانون لما اباح التبني خاف لحسن يتبنى من ناس غير مسلمين فيطلعوا الابناء غير مسلمين. فقام حاول يعالج الازمه دي فمنع تبني من غير المسلم، يعني غير المسلم ما يجيش يتبنى من في بلاد المسلمين طفل يربيه وينسبه لنفسه. فهو الاولى بقى ان يلغى اصلا قانون التبني. ما يبقاش تبني، تبقى اسمها ولايه. ولايه التربيه. نسميه ولايه التربيه. يعني يروح يجيب الطفل ويبقى له ولايه التربيه عليه وينفق عليه وما يديلوش اسمه حتى لا تختلط الانساب. يبقى نراعي الشرع من جميع الجهات، وفي نفس الوقت لا نعطي هذا الطفل في ولايه التربيه لغير المسلم في بلاد المسلمين، لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه، والا هياخده ودي الكنيسه. ونقف على باب في اللعان غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وامتداد كلماتك كما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سورة النساء من أول آية 148 من أول الجزء السادس. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. تفضل. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. فتح الله. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أيوة. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهذه الآية ترد على من يدعي أن الإيمان بالله واليوم الآخر كافي للنجاة فقط، أما الإيمان بسائر الأنبياء ليس أساسا. وهذه الدعوة يعني يريد أن هو يبثها الآن الأمريكان في العالم كله، إنك طالما الناس تؤمن بالله واليوم الآخر كفاية. ده بقى مؤمن بموسى، ده مؤمن بعيسى، ده مؤمن بمحمد، ده مش مؤمن بيهم، مش مشكلة، يبقى ناجي وخلاص. الآية دي ترد على هذه الدعوة، لأن ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك أولئك إيه؟ هم الكافرون حقا. يبقى لابد الإيمان بجميع الرسل وجميع الأنبياء، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر فقط لا يكفي، وأن الإيمان بالله واليوم الآخر وبعض الأنبياء فقط لا يكفي.
هذه الآية تدل على هذا المعنى، لأن يريدوا أن يطلعوا أجيال فهم خطأ، لأن طالما ده بيؤمن بالله واليوم الآخر يبقى كويس خلاص. يقول لك ده راجل مسيحي مؤمن، مش بيؤمن بأن في ربنا وأن في يوم قيامة وفي جنة وفي نار وفي ملائكة، عايز منه إيه تاني؟ عايز منه يؤمن بجميع الأنبياء كمان، أنا اللي عايز منه كده، عايز يؤمن بأن سيدنا محمد رسول الله، ويؤمن بأن القرآن كلام الله عشان يبقى نبي، وإلا مش هيبقى نبي. خد بالك، لدرجة إن كان في واحد أزهري ألف رسالة في أول القرن الماضي في أن الإيمان بالله واليوم الآخر يكفي. واحد أزهري مخه طائر، كل شوية كده بيطلع من الأزهر، برضه ناس مخها مجنون كده. وبعدين طبعا تبرى له علماء الازهر وقعدوا يردوا عليه، وتلقفوا هذه الدعوه بقى الانجليز والمستبشر والمبشرين وبتاع، ويعتبروا ان هو مجدد وان هو مفكر وان هو حاجه مش عارف. واستدل بايه سوره البقره، هذا الجاهل ايه استدل بايه سوره البقره على الايمان باليوم الاخر يكفي. قال ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عايز ايه تاني؟ كويس، فقال لك خلاص يبقى كده كويس، اكتفى بهذه السنه. والقران لا يفهم من ايه دون ايه. طب وايه النساء هعمل فيها ايه؟ الايه دي وايه لا نفرق بين احد من الرسل نعمل فيها ايه؟ ولا انا اروح مختار ايه من القران وسط القران كده واسيب بقيه القران؟ يبقى كان الايه بتقول آمنوا بالله واليوم الآخر، أيوة آمنوا برسله، كأن الإيمان برسل الله مدمج وغير مذكور في هذه الآية لذكره في آيات أخرى. وعلشان كده غلط إن أنا أجيب آية من القرآن أقطعها من كل السياق ومن كل باقي القرآن واستدل منها على حكم يخالف ما عليه الإسلام والمسلمين. هي دي المشكلة، عشان كده ردوا عليه بباقي القرآن، ردوا عليه بباقي القرآن كله. فالحاجات دي كلها ناخد بالنا، لان الحاجات دي بتلاقيها لحد دلوقتي بتبقى حوارات. يعني انا كنت مره بناقش مع دكاتره، واحد بيقول لي هم ليه المسيحيين هيخشوا النار يعني؟ طب مش هم بيقولوا ان في ربنا وبيقولوا ان في قيامه وفي نار وفي حساب وما بيكذبوش ويخاف ياكل حرام وعندهم شفقه ورحمه؟ طب افرض واحد عاش على كده ومات على كده، ليه يخش النار؟ قلت له عشان كفر بسيدنا محمد. هي دي قليله؟ كفر بسيدنا محمد دي قليله؟ هو لما واحد يقول ان القران ده مش كلام الله دي قليله؟ دي كفايه، دي في حد ذاتها كفايه تخليه مع فرعون وامان وقال. فلازم للاسف ان في اجيال طالعه مش فاهمه الحقائق البسيطه دي، برغم انهم اتخرجوا من كليات كبيره وبتاع واصبحوا في مناصب مرموقه وكل حاجه، لكنه غايب عليه هذه المعاني. فلازم نربي اولادنا على المعاني البسيطه دي عشان نحمي ديننا ونحمي يعني الحقائق القرانيه، لان كمان حفاظ القران قال له. وساعات الناس تقعد تقرا القران كده وما ياخدش باله الاحكام ازاي وهي جوه الايه، وهو بيقراها كل يوم وهو مش واخد باله انها تخالف ما هو على في قلبه. عشان كده لابد ان هو يقعد مع المشايخ عشان المشايخ يفهمون مثل هذه الخطأ. اتفضل. والذين امنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. اللي بيقول سوف يؤتيهم بالياء كده حفص بس. حفص بس، الباقيين كلهم سوف نؤتيهم اجورهم. طبعا يعني يعقوب يقول نؤتيهم. اتفضل يا سيدي. وطبعا ورش يقول نوتيهم، نوتيهم اجوره، ده لو ورش. لكن المهم كلهم بالنون الا حفص بالياء يقول يؤتيهم اجوره. اتفضل يا سيدي. يسالونك اهل الكتاب. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. نعم فتح الله على القدر ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نعم تفضل. بكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. نعم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. فتح الله عليه. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فتح الله عليك. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي.